والله أحد الأخوة الكرام مرة حدثني، اتصلت به أخته قالت له أنا مضطرة لخمسة آلاف ليرة، أقسم لي بالله لا يملك إلا خمسة آلاف ليرة وعليه أعباء كثيرة جداً، دخل في صراع، قال له بعد ساعة أعطيك الجواب، فكر، جمع، طرح، قسم، مضطر للخمسة آلاف جداً، وأخته غالية عليه وطلبت خمسة آلاف لأمر قاهر. بعد ذلك، بعد الصراع الذي دخل فيه، انتصر على نفسه واتصل بها وسلمها الخمسة آلاف ليرة. قال لي نزلت على المحل، جاءوا إنسان من بلد عربي وعمله بسوق الغذائيات، قال له في عندك أمر الدين؟ قال له لا والله. قال له دلني وين في أمر الدين. اتصل بمعمل، قال له في شخص بده أمر الدين، أبعث لك إياه. قال لي مساء بعث لي ظرف في 10,000 ليرة، يعني يبدو أنه باعه بيعة كبيرة وحب يكرم هذا الذي ساق له هذا الإنسان. قال لي مساء كانوا 5,000 معي وخايف عليهم صاروا 10. أبداً، حينما تصل رحمك انتظر من الله الكرم، الإكرام المادي. أخواننا الكرام، أنت حينما تنفق على أرحامك فالله سبحانه وتعالى يزيد لك في رزقك.